ترأس وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب الدولة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي. وخلال الاجتماع استعرض شكري أبرز ما تحقق خلال مؤتمر المناخ من نجاحات، حيث ساهم في الإبقاء على عمل المناخ كأحد الموضوعات ذات الأولوية على الساحة الدولية، وأشار إلى خطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي أقرها المؤتمر، بجانب اعتماد برنامج عمل لتخفيف تداعيات تغير المناخ.